بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وعلى جميع الأنبياء والمرسلين. معالي الوزير الدكتور خالد العناني ممثلا عن السيد رئيس مجلس الوزراء، معالي الوزير المحترم رئيس هذا المؤتمر السيد اللواء خالد فودة، معالي الوزير المحترم أستاذ الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، السادة وكلاء مجلس النواب المجلس التشريعي أو مجلس النواب المصري، سادة نواب المجلس، السادة السفراء والوزراء الحضور الكريم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. يسعدني ويشرفني أن أقف هذه الوقفة مع معالي الوزير خالد فودة لإطلاق معنى جديد للسياحة الدينية، وكان بحضور ومشاركة معالي الوزير محمد مختار جمعة وزير الأوقاف. ولا أنسى السيد معالي وزير شؤون مجلس النواب في حضوره، أنا آسف للتأخر. هذا المؤتمر يغير المعنى الدارج، كل المعاني سياحة دينية هي للحج والعمرة، لكن هناك المعنى أوسع وهو ما نحن فيه في هذا اليوم المبارك بإذن الله تعالى. تزخر مصر بكثير من مقومات السياحة الدينية التي تجعلها فريدة من نوعها، تتحدى الزمان في شموخها وعظمتها، والتي تشمل المواقع ذات الدلالات والأهمية في الديانات السماوية، وتبعث التأمل في عظمة الله سبحانه وتعالى وفي كونه وفي خلقه، وتصنع مصر على خريطة السياحة الدينية في العالم. يقول المولى عز وجل في القرآن الكريم: والذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. فالسياحة الدينية مطلوبة من أجل العظة والاعتبار والنظر في صنع الله، لقوله تعالى: فاعتبروا يا أولي الأبصار. ويحضرني في هذا المقام ما قاله بابا الفاتيكان قبل وصوله إلى مصر وبعد وصوله إلى مصر. قال: بقلب فرح وشاكر سأزور بعد أيام قلائل وطنكم العزيز، مهد الحضارة وهبة النيل وأرض الشمس والضيافة، حيث عاش الآباء البطاركة والأنبياء. ثم بعدما وصل إلى مصر قال: إني لسعيد حقا أن آتي كصديق وكرسول سلام وكحاج إلى الأرض التي قدمت منذ أكثر من 2000 عام ملجأ وضيافة للعائلة المقدسة عند هروبها من تهديدات الملك هيرودوس. يشرفني، وهذا الكلام كلام بابا الفاتيكان، يشرفني أن أزور الأرض التي زارتها العائلة المقدسة. وهذا الكلام بمثابة دعوة صريحة من بابا الفاتيكان
لحج المسيحيين إلى مصر والتبرك بمزارات العائلة المقدسة. وتعد السياحة الدينية بهذا المعنى الجديد منتجا جديدا واعدا تسعى الدولة جاهدة إلى تنميته والاستفادة من المقومات الهائلة والرصيد الفريد الذي تزخر به مصر من المواقع والمزارات الدينية المتنوعة في العديد من محافظات مصر. تحظى سيناء بمفردها بمزارات ومواقع مقدسة للديانات السماوية الثلاث، حيث إن سيناء هي الأرض التي باركها الله سبحانه وتعالى وذكرها في كتبه السماوية، وهي الأرض التي مر بها وعاش فيها أنبياء الله وسار عليها إبراهيم عليه السلام قاصدا مصر، وعبرها يوسف ابن يعقوب عليهما السلام. ولا ننسى قول المولى عز وجل، قال اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم. وكذلك مكنا ليوسف في الأرض يتبوأ منها حيث يشاء، نصيب برحمتنا من نشاء ولا نضيع أجر المحسنين. لا أريد أن أسترسل أرضا أيضا هي أرض موسى عليه السلام الذي كلم الله سبحانه وتعالى فيها، لكني أريد أن أنبه لأشياء لا بد أن نأخذها من هذا المؤتمر. أي الحضور الكريم، هذا المؤتمر ينطوي على رسائل عدة. الرسالة الأولى إلى أصحاب الفكر والفعل الإرهابي الأسود الذي لا دين له ولا وطن له ولا عقل له، لأن من يحمل السلاح على الناس ويشهر عليهم سيفه ويستبيح دمهم ليس على منهجنا ولا هدانا وسنتنا ولا يمثل أخلاقنا، لأن الدين الذي بعث به محمد صلى الله والرحمة للناس أجمعين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وملتقى الأديان هذا الذي نحن بصدده قائم على المودة والمحبة، لينظر كل في آثار ومنجزات الآخر للاعتبار والعظة وللنظر في تقدم الأمم وقيام الحضارات للتعايش السلمي بين أفراد المجتمع بل والعالم أجمع مما يؤلف القلوب ويعم به فكرا وقولا وعملا ويجفف منابعه. ومن يمول هذا الإرهاب من الحاقدين والحاسدين والمفسدين؟ الرسالة الثانية إلى المتشددين في فكره، اعلموا أن التشدد سهل يحسنه الجميع، أما التيسير فلا يجيده سوى ذوي العلم والفقه والدقة والرقة. وتذكروا قول المولى عز وجل، لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. فالوسطية والاعتدال هما جناح الشريعة الإسلامية. الرسالة الثالثة، سيناء أرض مقدسة، مهد الأديان وملتقى الحضارات، وقد انطلق منها حديث موسى عليه السلام. وهل أتاك حديث موسى إذ رأى نارا فقال لأهلهم كثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بقبس أو أجد على النار هدى. فلما آتاها نودي يا موسى إني أنا ربك فاخلع نعليك إنك بالوادي المقدس طوى. الرسالة الرابعة، شعب مصر نسيج واحد ينبذ العنف ويقبل التسامح ويعلي من أهمية المواطنة
وهو عصي على أهل الفتن أن يكسروا وحدته أو ينالوا من إرادته شعبا وقيادة وجيشا وأمنا وأمنا. الرسالة الخامسة: مصر أمن وأمان وسلم وسلام، مصداقا لقوله تعالى: وقال ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين. أيها الحضور الكريم، نداء إلى العالم كله. نحن في عالم معاصر تشابكت أواصره وتعددت مشاربه وتباينت مصالحه وتفجرت معارفه وتشعبت علومه وتلاشت حدوده، فهيا نسعى لخلق قنوات اتصال دائمة تقرب بين أصحاب الديانات السماوية للدعوة إلى السياحة الدينية، تطبيقاً لقول المولى عز وجل: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوباً وقبائل لتعارفوا. لذلك ستواصل لجنة الشؤون الدينية والأوقاف بمجلس النواب دعمها للسياحة الدينية في مصر من خلال مناقشة هذا الموضوع من كافة جوانبه وتذليل أي عقبات تواجه هذه الصناعة. أسأل الله سبحانه وتعالى وتسألون معي أن يحفظ مصر من كل سوء. اللهم احفظ مصر من كل سوء، واجعل الأمن والأمان والسلم والسلام في العالم كله بإذن الله تعالى. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.